السلام عليكم أيها الأصدقاء، وأهلا ومرحبا بكم في مقطع جديد وأسطوري وكالعادة على قناتكم جيمز بارك. في مقطع اليوم أصدقاء معنا خطة أسطورية، النظر لأن العديد من الأشخاص طلبوا مني أن أقوم بتنزيل خطة 4-2-4 المشهورة، وبما أن هذه الخطة غير موجودة الآن وحاليا أصدقاء، فبحثت لكم عن خطة مشابهة تقريبا لخطة 4-2-4، سوف تكون جيدة معكم في الأونلاين والأوفلاين، كذلك بالنسبة لأساليب اللعب سوف تكون متوافقة مع أغلب أساليب اللعب مثل خطة 4-2-4. المهم يا أصدقاء، قبل الدخول في هذا المقطع والتعرف على الخطة، لا تنسوا دائما أبدا دعمنا بزر لايك للمقطع، اشترك في قناة إذا كنت غير مشترك بعد يا صديقي، حتى نصل إلى 10,000 مشترك بأقصى سرعة، كذلك فعل زر الجرس حتى تكون من بين أول الأشخاص الذين يشاهدوا المقاطع الجديدة على القناة. إذا كان لديك أي تساؤل أو مشكل في اللعبة أو تريد تقييم حسابك، يمكنك التواصل معي على انستغرام، أرسل لي رسالة سوف أجيب الجميع إن شاء الله. رابط حسابي على انستغرام موجود في الوصف أسفل هذا المقطع، اضغط عليه وتواصل معي سوف أجيب الجميع. والآن يا أصدقاء ندخل في المقطع ونتعرف على الخطة. حسنا يا أصدقاء، نضغط اكسترا يوزر انفورميشن دريم تيم، ثم هنا بيستيم، بعد ذلك يا أصدقاء سوف نقوم بالضغط على آسيا كما تشاهدون هنا قارة آسيا أصدقاء، ثم نقوم بالضغط على ميجي ياسودا جي 2 لي كما تشاهدون، وبعد ذلك نقوم بالضغط على أول فريق معنا في القائمة، نقوم بالضغط عليه ثم نضغط باك مرة أخرى أصدقاء، ونقوم بالرجوع إلى الخطة الخاصة بنا من هنا Game Plan المدرب Formation Change Default، وتظهر معنا الخطة، خطة أسطورية يا أصدقاء على ضمانتي الشخصية، قوموا بتجربتها. سوف أقوم بجلب لاعبين سريعين لأن هذه الخطة أصدقاء سوف تحتاجون فيها لاعبين سريعين مثل أمبابي، راشفورد، هالاند أو أي لاعب يعني سريع، المهم يكون لاعبين سريعين في مركز الأمف والأرامف وكذلك في مراكز رأس الحربة أصدقاء، يعني هذه الخطة سوف نعتمد فيها على لاعبين دائما يكونون يتميزون بالسرعة. سوف أجيب مثلا اللاعب موريانتس كرأس حربة كما تشاهدون أصدقاء، حتى اللاعب موريانتس ليس يعني اللاعب سريع جدا لكن سوف أعتمد عليه، أو يمكنكم الاعتماد على أي لاعبين يعني يكونون جيدين معكم أصدقاء، يعني مثلا اللاعب سون سوف يكون جيد معي في مركز ال ام اف كما تشاهدون، لاعب فاتي كذلك جيد في مركز ال ام اف، وهؤلاء اللاعبين كلهم يعني لاعبين سريعين يعني يمكنكم الاعتماد عليهم يا اصدقاء. المهم سوف اعتمد الان على هذه الخطه هكذا، سوف اقوم بجلب لاعب كيميتش، يعني هؤلاء اللاعبين يجب ان يكونوا دي ام اف يا اصدقاء، لان اذا اعتمدتم عليهم كاس ام اف سوف تتلقون هجمات مرتده سريعه من الخصم وسوف يسجل عليكم العديد من الاهداف. المهم اصدقاء هذه هي الخطه كما تشاهدون، بالنسبه لاساليب اللعب الخاصين بها يعني سوف تكون معكم اسطوريه في الهجمات المرتده السريعه كويك كونتر، كذلك لونج بال كونتر، وكذلك سوف تكون جيده في الاوت وايد. بالنسبه لخطه 4-2-4 النسخه القديمه لم تكن جيده في الاستحواذ لان هؤلاء اللاعبين هنا ال ام اف والار ام اف كانوا يعني متقدمين جدا وبالتالي لم يكن هناك لاعبين في خط الوسط، اما بالنسبه لهذه الخطه اصدقاء هناك ار ام اف وال ام اف يعني قريبين من خط الوسط، حتى هذه الخطه سوف تكون جيده معكم في الاستحواذ وبالتالي اغلب اساليب اللعب سوف يكونون متوافقين مع هذه الخطه. الان اصدقاء سوف نقوم بالدخول الى مباراه عاديه ونقوم بتجربه هذه الخطه على ارضيه الملعب ونرى هل هي خطه جيده وتستحق التجربه ام انها خطه ضعيفه. Dream about could be reality, could be reality. Just pure emotion, yeah, the feeling of just floating through the galaxies. Oh. Imagine you with me and all the things we'll see. Yeah, the diamond rings and the ocean breeze. Yeah, we can do anything. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. Every new sensation's got us making memories and good times. Never miss a sunrise. Every explanation just sounds crazy. We can have a good time. Yeah, we can spend our whole lives. Imagine you with me and all the things we'll see. Yeah, the diamond rings and the ocean breeze. Yeah, we can do anything. We can go to a different world. Take my hand, we can get away.
All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. إذن يا رفاق، كما شاهدتم كانت هذه التجربة الخاصة بهذه الخطة، يعني كانت خطة صراحة جيدة ومتوازنة دفاعيا وهجوميا. صراحة دفاعيا كانت من بين أفضل الخطط التي جربتها كذلك في مباراة أونلاين، وصراحة كان أداؤها جيد ولم أتلقى أي هدف طيلة المباراة خاصة في الأونلاين أصدقاء. كانت خطة متماسكة دفاعيا، يعني كذلك في الأوفلاين كانت جيدة وهجوميا كذلك جيدة. كل ما سوف تحتاج في هذه الخطة هو أن يكون معك لاعبين LMF وRMF وكذلك رؤوس حربة سريعين. أما بالنسبة للدفاع يجب أن تعتمد على لاعبين متنوعين بين الديستروير والبيلدر. إذن يا أصدقاء كان هذا كل شيء فيما يخص مقطع اليوم. إذا عجبكم هذا المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك، اشتراك في قناتي، إذا كنت غير مشترك بعد فعل زر الجرس حتى تكون من بين أول الأشخاص الذين يشاهدون المقاطع الجديدة على القناة. كذلك يا صديقي لا تنسى أن تترك تعليق محفزنا والتواصل معي على الانستغرام الدار أمامك الآن في الشاشة. إذا كان لديك أي تساؤل تواصل معي، كذلك رابط حسابي على الانستغرام موجود في الوصف أسفل هذا المقطع، اضغط على الرابط وتواصل معي. إلى هنا ينتهي مقطع اليوم يا شباب، أراكم في مقطع قادم إن شاء الله. وداع.